هذا الذي يتكلم باسم الإسلام ويقول أريد أن أزيل الفوارق بين ديني ودينك، هذا الدين ورثته عن أبيك وأنت حق وأنت صاحب حق بالتصرف فيه؟ أهو ورقة تخرجها من جيبك؟ أهو ملكيتك الفردية؟ أهو ملكيتك الخاصة؟ أن تقول أنا أريد أن أطور الإسلام، هل هو صناعتك حتى تطوره؟ هل من صنع هذا الإسلام هو أبوك أو جدك أو جد جدك حتى تقول أنا حفيده وأريد أن أطوره؟ إن لم تعتنق الإسلام على أنه وحي نزل من الله سبحانه وتعالى ليس فيه قابلية إلا الفهم والتطبيق فقط، فأنت لن تعرف معنى الإسلام.